نيجيريا. المهم اللي وصلنا لنيجيريا كانوا كيحاولوا ان الفريق كانوا خصوصا انهم حاصرين الى عقد النتيجه خصوصا الاربعه فهم كيصوم اي وسيله باش يربحوا الفريق يضغطوا على الفريق فريق عمر سطواني باش انهم يرجعوا للنتيجه. اول حاجه عملوا اللي وصلنا بغاو يبدلوا الوقت المباراه المباراه كانت الاربعه ونص بغاو يبدلوا جوج ونص نيجيريا يعني في الفرق معاه صراحه كامبولي انا مدينه جات الشمال في نيجيريا ومدينه صحراويه الحراره مرتفعه جدا. هذا الشيء الاول اللي بغاو يلعبوا عليه ما توقفوش شنو بغيو يعملوا ممارسات داخل الملعب اللي وصلنا للملعب فوق الضوء كبير حتى شويه قبل المقابله ما كيخليوناش نخدموا على الراحه ديالنا انا كنعمل مراسله قبل المقابله واحد بغا يدي لي التليفون اش كان مراسله غير التليفون بغا يدي لي التليفون حيد له التليفون وقلت له واحد الموبيل تيليفون ما عمري غنعطو موبيل ما عمري غنعطو موبيل قلت له اي سبيك تو ماي وايف ما عرفتش واش I'm going to go to the hospital. كان علاق واحد كان قابلني كانوا عنده حجز دوره كعطاو لنا الدوره هذيك عطيتهم لهم رشيتو بهم زعما قلت لك قلت مباشره على الراديو عطيتهم لهم باش مشى بحال هكا ماشي دخل بهم شي ناس حتى عمو باش هديتو من بعد ملي بدات المقابله وسجلنا حنا الجول الاولي ما قدرتش نفرح هذا الصراحه كنت كتسالوا لي فرحه غادي تفرح قلت يا طوال حتى هي جو هكا فرحة ما نقدرش نفرح دابا والا غادي ما نعرفش شنو يقدر يوقع من مورا غير لان كاين هذيك الناس ولكن سبحان الله غير جا الشوط الثاني نشوف فرصهم انهم صعيب عليهم انهم يرجعوا ناس ظريف ناس اخرين بشكل اللي سالت المقابله خرجنا كيصفقوا لنا فهمت والو الناس اللي كانوا غيضربوا لنا دابا عاد جاو كيصفقوا لنا وفرحانين بينا يعني هذه